خلال مشاركتك في مؤتمر الطيور المهاجرة بالأقصر، يعني تقييم حضرتك للوضع الطبي في مصر حاليا؟ مشجع جدا، يعني أحسن كتير جدا من 20 سنة فاتت. المفروض في الأول هنا كل حاجة في حاجة جديدة جاية، والشباب يعني نشيط والتفكير وأبحاث أهم حاجة دي، لازم يكون في أبحاث. حضرتك الأبحاث اللي بتخلينا نمسك العالم كله، نمسك بيعمل إيه العالم كله. شايف ان مؤتمر الطيور المهاجره ممكن يقدم لمصر جديد في عالم الطب بشكل عام؟ مفيش كلام طبعا، لازم نشوف اللي بره فيه ايه، واللي هو من الناس اللي احنا عارفينهم نتكلم معاهم. طب يعني عايزين حضرتك تكلمنا بشكل اكبر عن اخر ما توصلت اليه في علاج السرطان بالذهب. الحمد لله ماشي كويس جدا. لو حضرتك كنت في المحاضره امبارح بينا كام واحد، بس طبعا الى الان الكلاب والقطط هم اللي بنشتغل معاهم، انما كل حاجه باينه كويس جدا. سنتين دلوقتي مفيش نوته، الدواء ملوش اي تاثير خالص، والسرطان راح خالص وما طلعش في التفاعل. وطبعا بنحاول كمان يمكن كمان سنه كمان في الكلاب والقطط، فنتمنى يعني ده هيشجع. بس طبعا اللي الذهب بيروح فين؟ بيروح في الكلى، انما الكلى لمده سنتين لا حجمها ولا شكلها ولا اي حاجه تغير، يعني الجورد انر ما بيحصلش نو رياكشن، ما فيش كيميكال رياكشن. لو كان في كيميكال رياكشن كان حجمها اتغير او قطت او حاجه، يعني ما كانش اي تغيير فيها لمده سنه ونص وسنتين بعد. طب ممكن امتى مثلا الفتره الزمنيه اللي يستغرقها العلاج للوصول او للعمل به في مع البشر، التعامل مع البشر؟ يعني طبعا الدكتور حسين خالد هو الراجل بتاع الاورام، هو المهم بتاعنا اشتغل معانا. ف الاول عملناه بيتشاف هنا، والاطباء الجراحين بتوع السرطان يقولوا ناخد بس، يمكن يعملوا مثلا في الصدر بتاع السيدات اللي ملوش علاج، لو عالجوا احسن حاجه. فديت بنفكر في هذا الاتجاه. طب روشيت سريعه من حضرتك،